نعم سي حسن، جميل جدا الحوار معك شيق. يعني هاد المسؤولين عندنا في المغرب ليس فقط في اتحاد طنجة وإنما في الفرق الوطنية حتى في الجامعة كذلك، نكونوا واقعيين، نكونوا شفافين موضوعين، فين غادي نوصلوا لهذيك البوند اللي عندنا في الدستور المغربي كيقول لك ربط المسؤولية بالمحاسبة. فوقاش غادي نربطوا المسؤولية بالمحاسبة؟ شكون اللي غادي يحاسب هذا وشكون اللي غادي يحاسب هذا؟ يعني فوقاش غادي نوصلوا لهذ المسؤولية بالمحاسبة؟ واش حسام يقول لك هذا هو اختيار الامه ملي كتخطا في هذا الاختيار هذا، فبحال اللي كيقول لك الفرنساوي بونجور لي ديغا بونجور لي ديغا. اذا ما كانش يعني ما كنبقاوش نعرفوا من الصلاحيه واش هذا واش هذا، وكيتخلطوا علينا العرارم هالمدرب دخل، المدرب خرج، اللاعب دخل، المدرب خرج، اللاعب دخل، هذا جا، هذا مشى، وحنا والمستوى الكرة ديالنا كينزل. الحمد لله المنشآت الرياضية كبرت، البنية التحتية طلعت لواحد المستوى عالي جدا، فحشومة ما يكونوش في المستوى ديال هذا الملعب هذا اللي عندنا هنا، الملعب الكبير ديال طنجة. نعم دائما كننافسوا، انا ملي كنقول اتحاد طنجة واجب عليها تنافس كل عام على الالقاب، ما كنقول حتى شي عيب، هذه غيره علينا، واجب علينا وعندنا الامكانيات باش نحققوها. ما كتشوفش سي حسام كونك انك اطار ولاعب ومربي واستاذ كبير في هذا الميدان، كتشوفش ان طنجة محرومة من الفريق الثاني في القسم الاول او على الاقل شي فريقين في القسم الثاني والاول؟ يعني ماشي غير فريق اتحاد طنجة اللي كيمثل المدينه، كان المفروض يكونوا جوج ثلاثه بحال الدار البيضاء الرباط، لان مدينه طنجة اصبحت من المدن الكبيره. كنظن سالتي وجاوبتي، مدن اصبحت طنجة من المدن الكبيره، يعني نقطه استراتيجيه في الاقتصاد المغربي حاليا. سيدنا الله يسرو عمل يدو في طنجة وردا وحدة من الأقطاب الاقتصادية في المغرب الكبيرة، فكنظن معاك الحق، فريق واحد ما كافيش، جوج كنظن ما كافيش نظرا للخزان اللي عندنا، راه مليون ونص، إذا ما قلتش جوج المليون ساكنة في طنجة، فرقة واحدة ما كنظنش كافية، والمدارس ماشي كافيه، وحتى حاجه ما كافيه لهاد الساكنه اللي كاينه في طنجه، وهاد الامكانيات اللي كاينين دابا ديال ليزانفراستركتور والمنشات الرياضيه. اذا ما قلنا حتى شي عيب اذا قلنا اتحاد طنجه خصها تلعب على الالقاب دائما، وما قلنا حتى شي عيب ان طنجه كتستحق فريقين او ثلاثه كينافسوا على المستوى العالي. وخير مثال عندنا هو الرجاء الوداد، هو كازا فيها الرجاء والوداد، هرمين من كرة القدم الوطنية، ومتعايشين رياضيا، وكيعطيو واحد الدينامية كبيرة لكرة القدم في مدينة الدار البيضاء. ما كيفكرش سي حسن الجنوي تبارك الله عليك وعلى هذا المعهد الرياضي اللي شفناه وزرناه على مستوى، ما كيفكرش سي حسن الجنوي يخلق ذاك الهلال ديال طنجة اللي كان في عهد الحماية في عهد طنجة الدولية، هلال طنجة يكون على الأقل كينافس في القسم الثاني وربما نشوفه في القسم الأول؟ فكرة راوغتني، ولما لا مستقبلا لما نشوف الظروف أنها كاملة مناسبة، علاش لا نعملوا شي منافس رياضي حلو ينافس اتحاد طنجة، يخلع شوية كيقول سي حسن. اتحاد طنجة فاز بدرع البطولة الوطنية الاحترافية موسم 2017-2018، كان الإطار الوطني الكوفة السيد زكي بدو بدا الموسم، وخلى المساعد ابن المدينة والفريق السيد دريش المرابط
اللي صراحة قام مجهود كبير وجبار وجبار ما يتصوروا حد، يعني حتى شي واحد ما كان كيظن ان فريق اتحاد طنجة غادي يفوز بدرع البطولة ديال الموسم 2017-2018. بكونك انك اطار وعندك خبايا كبيرة سي حسن في طنجة وفي الفريق اتحاد طنجة، لمن الفضل يعود لتتويج فريق اتحاد طنجة بدرع البطولة؟ هل الإدارة ديال اتحاد طنجة ام المدرب المساعد اللي كان انذاك اللي اصبح مدربا مدرب الاول سي دريس المرابط؟ لمن يرجع الفضل سي حسن الجنوي؟ اذا كان بين المدربين، بين المدربين اذا كان شي بطل، اش من موسم هذا كان 2017-2018 بين المدربين، اذا كان شي بطل من المدربين كان هو دريس المرابط، هو بطل المغرب وتزوج كبطل المغرب في حفل كبير في كازا. نعم هو البطل، هو المدرب اللي قاد اتحاد طنجة باش تظفر بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ. اسم دريس المرابط اليوم هو مقرون بأول لقب ديال اتحاد طنجة. شنو بغيتي نحيدوا الاسم هذا؟ لا لان كنسمعوا سي حسن ان الاداريين الفضل كيرجع لهم بفوز بدرع البطوله الوطنيه المغربيه، واش هذا صحيح؟ شوف انا شي في هذا الميدان هذا شي مرات ملي كتغلب حتى القزار كيقول لك انا اللي كنت نلعب يوقف ديك المطاعه باش يحشيها، حتى الخضر حتى النجار كلشي كيبغي يشارك هذيك الانجاز نعم. ولكن ادريس المرابط كما لا يخفى على اي تقني تضافروا له بزاف ديال كيفاش نقولوا ديال يعني النتائج مشات معاه ديال الظروف، لا ديال الظروف اللي عدلت له واحد لا الظروف اللي غادي يعني نقول لك كملت الخدمه ديالو، هو عمل الخدمه ديالو، هو اللي شبر الفرقه ماشي شي واحد اخر، هو اللي كان مدرب، هو اللي كان كيعدل الفرقه، هو اللي كان كيدرب بالفرقه. هذه لا يختلف اثنين، وإن اختلفنا في هذه غنكونوا حومق، غادي يكونوا امراض عقليا. والسيد شبر الفرقه مني مشى الزاكي هو كيدرب بها، في الاخر غادي يقولوا ماشي هو السبع. خالد من الأمتعة، وقل خالد من الأمتعة هو اللي الشامبيون ديال المغرب. فيعني حشومة نطيحوا لهذا المستوى ونقولوا شي واحد آخر اللي دار البطولة، المدرب هو اللي كيدير البطولة. هذا لا يعني أن المجهودات ديال الإدارة ما كانتش، كانت مجهودات ديال الإدارة تشكر عليها، كانت مجهودات ديال اللعابه، وكانوا ظروف مناسبه، كانت الراجا في مشاكل، كانت الوداد في مشاكل، والفريق كانوا عنده عناصر فتاكه داخل الملعب، ومن خير مثال هو الشاوني احمد حمودان اللي كان يصول ويجول في الملعب في كل مباراه، يهدي اصابه او لا اصابتين او لا او لا او لا او لا, لا. اذا حبينا ولا كرهنا دريس المرابط هو البطل، ودريس المرابط عنده كفاءات ديالو، ميمكنش ما يكونوش عندك كفاءات ولا مينيموم وتشبر الفرقه بلا كفاءات، ميمكنش. جميل جدا، نذكروا به المشاهد الكريم سي حسن أجنوي أن دريس المرابط فاز بعدة بطولات في سلطنة عمان، رفقة الصور، رفقة السويق، وشارك في كأس آسيا، وشارك في أفرو آسيوية ضد الوداد الرياضي، يعني رجل المهنة ورجل احترافي بمعنى الكلمة. شنو هما بعد الإداريين باغيين يقلوا من مستوى هذا المدرب المحلي؟ المشكل ديالو هذا بدون شك. أنا نرتاح الفرصة ونوضح واحد النقطة هنا. الفوز بالبطولة ما عمره كيكون ديال واحد، كيكون كتضافر كيفاش غنقولوا كتضافر جهود وكتصادف
كتصادف بعض بعض الاحداث ها والمدينه كامله حكومه وشعبا بحال اللي كيقولوا كتضافر، والفريق اما كيطلع كومي ديفيزيون او لا كياخذ اللقب. ماشي واحد وماشي جوج وماشي ثلاثه، هناك ظروف كبيره. وكذلك النزول، اذا شي فريق طاح ما عمره المدرب بوحده كيطيح، تحمل المسؤوليه. نعم، هو حلقه من بزاف ديال الحلقات كما وضحت بزاف ديال هذه. ما يمكنش مدرب يطيح الفرقه، ولا نقول مدرب يطيح الفرقه، راه بزاف المدربين في المغرب حاليا هما في القمه ديال الهرم ديال المدربين، وعندهم في التاريخ ديالهم ثلاثه ولا اربعه ديال النزولات طيحوا الفريق، طاحوا مع الفروق ديالهم. نعم، ثلاثه ولا اربعه المرات. صح، كتجيب لان كتكون واحد الازمه شامله وكتهول، وبعض المرات كتضافر بزاف ديال الجهود وكيطلع المدرب هو اللي طلع الفرقه او لا فاز. يعني كانت عنده كفاءه ولا ما كانتش عنده. بعض المرات دريس مرابط عنده الكفاءه ديالو في هذه الحاله. هذه عنده الكفاءه ديالو، كيقول سي حسن جنوي الاطار ديالنا الكبير الطنجاوي. يعني موسم 2018-2019 السي دريس المرابط هو اللي قام بالانتدابات، ربما الله يعلم واش هو ولا الاداره. بعد أربعة ديال المقابلات ما بقيناش كنسمعوا دريس المرابط على راس الفريق. الاداره تعاقدت مع التونسي احمد العجلاني في حضور السي دريس المرابط، هذا غير قانوني نهائيا. يعني بعد ثلاث تعادلات في البطوله الوطنيه الاحترافيه والانتصار في كاس العرش المغربي امام الجاره المغرب التطواني، كيحيدوا دريس المرابط كيجيبوا لنا احمد العجلاني. يعني كتشوف هاد تسيير احترافي او تسيير عشوائي، كيف ينظر اليه الاطار ديالنا الوطني السيد حسن اجنوي؟ يعني حيدوا دريس المرابط وجابوا احمد العجلاني في المكان ديالو، الراجل كيحقق نتائج ما بدون هزيمه كيتم طرده. انا غنعمم لك واحد شويه عاد نرجعوا للخصوصيات. في المغرب مؤخرا في هاد الخمس سنين الاخريه بدينا كنشوفوا شي احداث كيوقعوا في كره القدم المغربيه غريبه جدا. مدرب ماشي مزيان طار، مدرب ضرب بطوله طار. يعني شي حوايج ما كي العقل ما كيقدرش يعطي لها دي جيستيفيكاتي يبررها، ما نقدروش. ف دريس مرابط كبطل المغرب شبر الفرقه، خصو يبدا مع الفرقه وخصو يعمل الانتدابات ديالو. لنفرض دابا دريس مرابط عمل الانتدابات ديالو، نتوما بعتوا احمد حمودان. نعم، ارسلتوه للخارج العربي. نعم، نجم الفريق اللي كي انت قلت السي حسن. نعم، ان الولد هذا هو اللي كيجيب النتائج ديال اتحاد طنجه. نعم، خليتو دريس المرابط عريان بدون لاعبين كبار. نعم، وبالتالي ورغم ذلك يحقق نتائج. يعني ما انهزمش الراجل باش تحيدو انت من من هذا. ما انهزمش وخلى الفرقه مأهله كأس العرش. جوج الحوايج، لا. نعم، لا على جبهه ديال كأس العرش بقى مأهل، ولا في النتائج التعادلات. يعني لا يبرر على انه كنا كان يمكن من باب الحكمه نزيدو نخليوه حتى يخسر، عاد كنخرجوه الا كنا باغيين فيه الشغل. اما بهذه الطريقه هذه بحال قلت لك في المغرب كامل كيوقعوا شي امورات بشاعين شويه، البطل كيتحيد. نعم، السير ما شاء الله ماشي هو هذاك. حنا ما كنعرفوش من يؤدي الفاتوره هذا التسيير العشوائي المريض اللي كيسيروا به فريق اتحاد طنجه. كنظنش ان الجمهور العظيم الكبير ديال اتحاد طنجه مظلوم في هذه الحاله هذه سي حسن. انا نمشي معاك بعيد. الصوره ديال المغرب كامل كتمشي، الصوره ديال المغرب دابا المغرب واقف على الصوره ديالو دوليا. الصوره ديال المغرب، حنا كنهضروا، خلينا من الحيتيات ديال اتحاد طنجه وعملوا ما راه ديال الصوره ديال المغرب. راه ملي كتسير اتحاد طنجه ولا كتسير الفاتحه ولا الرجاء ولا هذه كتكون سفير الرياضه المغربيه. الرياضه المغربيه خصها تكون بخير وخصها تكون في المستوى.
راه ماشي غير الجمهور هو اللي كيتضر، راه الصوره ديال المغرب انا هادشي اللي كيبقى فيا يحز في قلبي. ولكن اذا بغات الرياضه ديالنا الوطنيه تمشي للامام وتمشي في القمه كما كيقول السي حسن اجنوي، انت تبارك الله عليك كوف في هذا الميدان هذا، يعني خصنا الرجل المناسب في المكان المناسب هو اللي يسير الامور، وليس ديك الهويين وديك الانتهازيين والوصوليين. اش نقول لك، احنا ننتظر الاحسن، ننتظر الاحسن كل عام. كنقولوا هذا العام خصو يكون احسن من الاخر، وغادي يعني ناخذوا التجربه، والاغلاط اللي عملنا ما يتعاودوش، ربما كنا خاطئين ونرجعوا للطريق نشبروا. يعني راه كلشي كيتعلم، كنظن حتى شي واحد ما خلق معلم، ونشبروا الطريق ونستشروا مع الناس ونشوفوا ما هو الاصلح. انا دابا كنشوف دابا المستقبل القريب لاتحاد طنجة. هاد الانتقالات الشتويه اللي كاينه دابا خصها تكون في المستوى على يد المدرب، صافي هادشي اللي كنطلبوا. ما كنحاربوا شي واحد، ما كنقولوا ما كيصلحش هادي. حنا الاداره خصها تكون في واحد المستوى عالي رياضي، كتعرف ما لها وما عليها. اجي السي المدرب جيب اللعابه ديالك، واخا انا عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا، واخا شوف راه حنايا عندنا شي لعابه غادي يجيبوهم لك، شوفوا عجبوك خليهم، ما عجبكش السلام عليكم، وتينا تحمل المسؤوليه ديالك. والاداري كيبقى في مستوى عالي، ما كيبقاش يعذبل في اللي قاس، كيبقى مستوى عالي. والمدرب حتى ملي كنجيو نحيدو المدرب كنحيدوه عن جدار واستحقاق، يعني نعم يحاسبوا عليه. اخا جبنا لك كل شيء، اخترتي ديالك، ها ما كنبغيوش نوصلوا لهادي. شنو كنقولوا مع البال ديالنا؟ كنقولوا ربما ما كيعرفوش، اولا ورثوا هذا التسيير، هذا النوع ديال التسيير وماشيين به. فما كنبغيوش نقولوا بانهم راهما بالعاني كيعملوا هذا الشيء لاهداف اخرى غير رياضيه. كنقولوا ما كيعرفوش، ربما يتعلموا، ياخذوا العبره من فرق اخرى، وهذه ويجيبوا ناس اختصاصيين يسيروا الامور والامور تمشي مزيانه. انا كنرجع من النقطه هذه الانتقالات الشتويه الجديده، نتفائلوا خيرا ونقولوا ان شاء الله الامور غادي ترجع في اليد ديال المدرب، والمدرب سيحاسب على الصفقات التي ستاتي لطنجه. نتمنوا تكون في المستوى. دابا ما عرفش، انا اللي كنعرف هو اتحاد طنجه خصها تسير في المستوى وتكون كتلعب على الالقاب كل موسم، ما عندهاش الحق تغلط، والامر سهل. انا قلت لك الامر سهل، هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ابتداء من المدرب، صفقات على يد المدرب والمدرب للمحاسبه. اذا باش نختموا مع السي حسن اجنوي، الاطار ديالنا الطنجاوي المغربي الكوف الكبير اللي اشتغل في طنجه واللي اشتغل في البرتغال في الخليج العربي ولعب في الفرق الطنجاويه والمغربيه في اعلى مستوى، نتمنى الدور ديال الصحافه يزيد في الوعي، ديال المسؤولين، والمسؤولين ياخذوا يعني المسؤوليه ديالهم يعني بجديه، لان الامر هو ماشي امر فريق او لا فريقين، الامر هو سمعه الكره الوطنيه المغرب. الكره الوطنيه لا بد ان نساهم في تطويرها، وهذا واجب علينا، لان المنجزات الاخيره اللي قامت بها الدوله من ناحيه كره القدم ولا الرياضه بصفه عامه تدعو على ان يكون المسؤولون في مستوى الحدث، في مستوى الحدث. كيقول سي حسن اجنبي كنشكرك جزيلا الشكر، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
ثم نتمنى لك الصحة والعافية وسنة سعيدة سي حسن أجنوي. سنة سعيدة خاي، وإلى الملتقى قريبا إن شاء الله في جلسة نستمتع فيها معك كالعادة، ونعبر على شعورنا وعلى غيرتنا على مدينتنا وعلى المغرب بصفة عامة. شكرا جزيلا سي حسن أجنوي.